رحلتنا مع عم حسن. حسن تعالوا نشوف مع عم حسن. الأولاد والبنات الحلوين، وأرحب بكم يا أولادي ويا بناتي في كل مكان في العالم. إحنا اليوم نحن اليوم في حلقة جديدة وجميلة. أنت نمتي طيب يا كوثر صحية؟ هذا القصر الذي ندخله وهو في منتصف تقريبا إسطنبول، اسمه قصر إيه؟ دولما بهجة. هذا قصر الدولما باشا. هنتكلم في الداخل على معنى الاسم ومعنى دولما، لكن أهم شيء وانتوا داخلين بدنا نمر بنقطة تفتيش. أحد منكم مع أي ممنوعات؟ يا لطيف يا رب. تفضلوا أولادي تفضلوا، انتوا بهدوء نمشي حتى يتم تفتيشنا. ونحن الآن على مدخل قصر دولما باشا. طبعا بهجة عند الأتراك تعني ده كأنه مطار، كأنه مطار تعني حديقة. أحسن، بهدوء كل واحد يمر من أمام من هنا. يلا 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 باي باي حفيظ مع كل شيء. شكرا، السلام عليكم، كيف حالكم؟ طبعا بعد ان تعرضنا للتفتيش رائحة الحديقة جميلة جدا. بهجة اسمها بهجة جميلة جدا وكبيرة جدا. كم الساعة الآن يا عم حسن؟ سؤال جميل جدا، لن أجيب ولكن سوف ندع البرج الساعة يجيب. هذا البرج لم يبنيه السلطان عبد المجيد الذي بنى القصر. ما الذي بناه؟ السؤال جميل جدا. هذا بني بعد ذلك، بناه الحكام الذين أتوا بعد السلطان عبد المجيد كنوع من التكريم لإسطنبول. طيب سوف نتجول أيضا في القصر ونرى أماكن أخرى. ابتعدوا قليلا يا أبنائي وتفضلوا. جميل جدا. كنت تريدين أن تسألي يا أختي كوثر؟ أنا أظن أن البرج يضيء في الليل، أليس كذلك؟ نعم نعم، برج الساعة هذا الذي في الخلف يضيء في الليل ويصبح جميل، وهذا مضيق البسفور بالمناسبة، وهو مضيق جميل جدا جدا، والساعة تبدو منه أجمل. الساعة دي بنيت بعد القصر اللي هو دولما بهجة. طبعا أنا أبغى أسأل سؤال، ما معنى دولما بهجة؟ تفضل. دولما بهجة تعني الحديقة المكسورة. الحديقة المحشوة، من الذي حشاها؟ أراد السلطان عبد المجيد الأول أن يبني له قصرا. اسم السلطان إيه؟ عبد المجيد الأول. أن يبني له قصرا. فقال له مستشاريه ليست هناك مساحة كافية، فقال لهم تصرف. طبعا هو حدد هذه المنطقة للأرض، قال ابنوا هنا قصرا. قالوا ما في مساحة كافية. فماذا فعلوا؟ بنوا حجارة على البحر ردموا البحر وبنوا عليه القصر، ولذلك سمي القصر المحشو دولما بهجة، حديقة، والحديقة المحشوة التي ردم البحر. طبعا الذي قال هذا الكلام هو السلطان عبد المجيد حينما جاء ورأى هذا القصر، أو رأى الأرض ردمت فأعجب. هذا البحر الذي ترونه أمامكم اسمه مضيق البسفور. مضيق البسفور. البسفور. هو المكان الذي نزلت فيه سفن محمد الفاتح عندما غادر. إنني أحترمك احتراما غير عاديا، هل تعلم ذلك؟ لا أعلم ذلك. إنني أعلمك بذلك. لكي أصحح على أصدقائي المشاهدين، اسمه ليس مضيق البوسفور، بعض الناس يقولون مضيق البوسفور، اسمه مضيق البوسفور. وبالكسر البسفور. نعم عمو حسن. نعم. أظن أن مساحة القصر دولما بهجة 10,000 متر مربع. لا، 110,000 متر مربع. طبعا بالمناسبة كان يعيش فيه السلطان
عبد المجيد. هذا الرجل له دور كبير في خدمة المسجد النبوي في المدينة المنورة. أنا لاحظت يعني عم حسن، نعم، كل السلاطين المسلمين في الدولة العثمانية كان لهم دورا في توسيعة المسجد. نعم، كانوا يخدمون المسجد الحرام والمسجد النبوي. الخليفة عبد المجيد حينما كان سلطانا أرسلوا إليه وقالوا المسجد النبوي بدأ يتصدع، يعني جدران المسجد النبوي بدأت سوف تنكسر تسقط فعل الزلازل، تأثرت، فأمر مباشرة وقال والله لن يهدأ لي بال إلا بعد أن أعيد للمسجد النبوي جماله. ففعلا أمر بترميم المسجد النبوي، وفي باب اسمه باب المجيدي ارتباطا بهذا الرجل. وفي العملة التي كانت موجودة المجيدي، يا سلام، نعيدها، العملة ايه؟ المجيدي. بشويش. طيب سوف نتجول ايضا في القصر ونرى اماكن اخرى. هل تسمحوا لي ان اتجول معكم؟ نعم طبعا. ام اذهب وحيدا وتبقونها هنا؟ لا اعتقد اننا ننطلق من هذا الامام، من هذا المكان. ابتعدوا قليلا يا ابنائي وتفضلوا. نعم. تعال العسكري ده اللي واقف أمام بوابة قصر دولما بهجة أمره عجيب. نحن في قلب إسطنبول، يقعد أكثر من نص ساعة لا يتحرك كالصنم، والسياح رمش مرة واحدة. إحنا خلينا يرمش، نحن جعلناه يرمش. هيقعد نص ساعة بكاميراتنا الكثيرة. أرجو أن تستمتعوا معنا حينما ندخل إلى الداخل يعني تروا الأشياء الجميلة في تركيا. وأهلا وسهلا بكم. نحن الآن ندخل إلى قصر دولما بهجة، طبعا دي البوابة الرئيسية. السلام عليكم. السلام. شكراً شكراً شكراً. حديقة كبيرة جداً وجميلة جداً. نعم. متأكد أن هذا القصر؟ نحن الآن في قصر دولما بهجة، هذا القصر الجميل الرائع الذي يعتبر من مآثر الدولة العثمانية والسلطان عبد المجيد رحمة الله عليه. هذا ليس فندق، يشبه الفندق. كلا، إنه قصر كبير جداً، كان قصر الحاكم السلطان عبد المجيد، وأتى بعده السلاطين حتى سكن أيضاً في هذا القصر بعض حكام تركيا الحديثة. أما حسن، نعم، قرأت أنهم استعملوا 40 طن من الفضة لتزيين القصر و 14 طنا من الذهب. جميل، نركز على هذه المعلومة، 40 طنا من الفضة و 14 طن من الذهب لتزيين القصر. كما ترون القصر أجمل ما فيه أن حديقته تطل على البحر ومضيق البسفور، يعني السلطان كان حينما يشعر بالضيق يعني الملل يضع الكرسي هنا ويأكل بعض الفشار. ما هو حق ما هو حق. صريحة جميلة جدا. وكان يأتي بالبلاي ستيشن الخاص به ويضعه على البحر هنا ويلعب هنا. دعوني أتجول معكم يا أبنائي في القصر. نرمي بسم الله الرحمن الرحيم. أولادي وبناتي، نحن نقف الآن في حديقة القصر اللي هو دولما بهجة. دولما حديقة ولا محشي؟ دولما محشي. بهجة حديقة. إذن هذه البهجة والدولما جوا. عموما
هذا كما ذكرت لكم مضيق البسفور الذي يراه الناس في التلفزيون والإعلام وهو جميل جدا وفيه سفن سياحية. هذه البوابة التي يقف أمامها هذا الجندي العسكري شايفينه، هذه بوابة السلطان للبحر حينما كان يريد أن ينزل يتنزه في البحر. في بوابة أخرى هناك خلف الشجر لا نراها الآن، أحسنت، بوابة للبر. الآن في هذا العصر لا يدخل منها إلا الرئيس الجمهورية، حتى مو رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية فقط. حتى رئيس الوزراء يمنع عليه الدخول من ذلك الباب. أحسنت، في المناسبات الرسمية. وهذا كما ترون القصر. هل ترون هذه البقعة الخضراء التي في أعلى القصر؟ من يعرف ما هي هذه؟ مين؟ ختم السلطان عبد المجيد الأول، يعني كل واحد عنده ختم مكتوب فيه اسمه، يعني كل واحد من الخلفاء عنده ختم خاص مكتوب فيه اسمه. في هذا الختم مكتوب السلطان عبد المجيد الأول. الله يخليه، يعني قاعد يقول عن نفسه كلام مرة طيب جدا جدا جدا. هو حقيقة كان رجل طيب وكان خادما للإسلام كثير وكان قلبه متعلق بالإسلام. قبل لا نمشي يا أولادي، احنا كنا رايحين نبغى نتوجه إلى حبايبنا وأصدقائنا ونقول لهم مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي معكم في لقاء قادم. وتعالوا نشوف تركيا، تعالوا نشوف تركيا. يلا مع السلامة. تعالوا نشوف مع أمو حسن، تعالوا نشوف مع أمو حسن. قصور يا حار بها الناظرون، قصور لها بهجة وفنون، قصور يا حار بها الناظرون، قصور لها بهجة وفنون. بناها الرجال بفن وجد وأدى تصميمها المبدعون، قصور يا حار بها الناظرون، تألق فيها الجمال الفريد، تألق فيها بغير حدود، تألق فيها الجمال الفريد، تألق فيها بغير حدود. تصورها مبدعا في الخيال، تصورها مبدعا في الخيال، فجاءت كما يشتهي ويريد، قصور يا حار بها الناظرون. رحلتنا مع عم حسن، تعالوا نشوف مع عم حسن، نعرف تاريخ الآثار
ونحاول فهم الأسرار بين المتعة والإبهار. نتعلم مع أم حسن. تعالوا 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 نشوف مع أم حسن.